كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة العام الهجري المبارك، وربنا يا رب يعيده علينا دايما بكل خير وأمن وسلامة. خلونا نرحب وبشدة بدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. منورنا دكتور خالد. أهلا وسهلا، وكل سنة وحضرتك، وكل سنة ومشاهدينا، كل الشعب المصري، كل الأمة العربية والأمة الإسلامية، العالم كله، كل سنة وهو بخير وعافية، ودائما إن شاء الله يحل سلام ورحمة متجددة بالتجدد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. لأن إحنا لما هنذكر العام الهجري الجديد هنذكر هجرته صلى الله عليه وسلم، ودائما يقولون بذكر محمد تحيا القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب، وبذكره تحل الرحمة والسكينة. فكل سنة والجميع بكل رحمة وكل سكينة. أنا بحب قوي جملة مصري كده، لكن اللي يصلي على النبي يكسب. أيوة، أحبها جدا جدا جدا. اللي يصلي على النبي يكسب على كل حال من أكتر من وجه. اللي يصلي على النبي واخد ضامن أنه يكسب ثواب. وقالوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تقبل ولو من منافق. وقالوا أعمالنا بين القبول والرد إلا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فلا ترد. فلا ترد. اللي صلي، اللي يبدأ دعائه وينهيه بالصلاة على النبي قال له لا يرد. الله أكبر. يقبل. الله أكبر. اللي يدخل في حياته الصلاة على النبي يكفيه الله همه ويفرج الله كربه، كما الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب. من هنا تيجي الصلاة على النبي، اللي يصلى على النبي يكسب. فعلا اللي يصلى على النبي يكسب وعمره ما هيخسر. طب بما ان احنا بنتكلم عن هجرة سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام صلى الله من عليه مكة المكرمة الى المدينة المنورة، قد يكون اغلبنا او كلنا كمان عارف قصة هجرة الرسول، لكن اظن انه هذه القصة كل فترة بنكتشف، يمكن مع التأمل ولا مع السن انا مش عارف، ان احنا بنكتشف فيها عبر جديدة، حكمة جديدة، دروس جديدة. أيوة، الهجرة فعلا فيها دروس جديدة، وعايزين نذكر بها أنفسنا. مش عايزين حد يسرق مننا الهجرة. خلينا نبتدي بالجملة دي معلش. حلو. لأن في الجماعات اللي عايزة تسرق مننا الهجرة. أيوة. وتخلي الهجرة ومفهوم الهجرة عبارة عن حاجة كده عجيبة من اعتزال الناس ومعاداة الناس. الهجرة شيء غير كده تماما، زي ما اخترعوا التكفير والهجرة زمان. لا، هي حاجة زي التكفير والهجرة. الهجرة، النبي عليه الصلاة والسلام هاجر وهو يحب وطنه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر وقف الوقفة الشهيرة. أيوة. وتوجه إلى مكة وقال والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وإنك لأحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك يخرجوني منك ما خرجت. الله بيحبها. وكان هو قاعد في بين أصحابه صلى الله عليه وسلم في المدينة يتذكر ويقول والله إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي وأنا فيها. الله. لغة أخرى، يعني مغى شيء آخر بينه صلى الله عليه وسلم. وقال ولو شئت أن أعينه لعينته لكم. الهجرة بتخلينا، وإحنا بنتذكر الهجرة بتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من هذا النموذج أو من هذا المكان أو هذه الفترة اللي تعايش فيها وأصحابه، ولم يأذن لهم ولم يصرح لهم بأن يؤذي واحد منهم، حتى من الذين كانوا يخالفون، بل من الذين كانوا يعتدون عليه في مكة. وإحنا عارفين في مكة حصل إيه مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. انتقل من هذا إلى نموذج تمات البناء، وكان أول شيء بنى به رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا البناء أنه دعا إلى التآلف والتماسك في كل وقت وفي أوقات الأزمات قبل أوقات الرخاء. النبي عليه الصلاة والسلام آخى بين المهاجرين والأنصار. النبي عليه الصلاة والسلام كان سببا في تأليف قلوب أهل البلد
أو اللي هم الأنصار رضي الله عنهم، وانتهت وألف بين قلوبهم وألف الله بين قلوب الناس بسبب النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام عمل حاجة اسمها وثيقة المدينة علشان يؤاخي، أو هي برضو عنوان الأخوة بين حتى المختلفين في الدين. المدينة كان فيها مختلفين في نسبيا الاختلاف ديني شوية، فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وضع الوثيقة لتنظم هذه العلاقة مما تستطيع أن تسميها الأخوة، على أساس أننا في وطن واحد وأننا مشتركون في هذا الوطن وأننا همنا واحد في هذا الوطن. النبي عليه الصلاة والسلام رسخ لهذه المفاهيم الراقية، وأصحابه استجابوا. يعني القرآن حتى لما بيحكي عن الصحابة والذي كان في المدينة يقول لنا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. مع الفقر لكن في صدق، ومع الفقر لما راحوا للمدينة وعرض عليهم أهل المدينة قالوا لهم التقاس، بعد كده القرآن بيقول لنا يؤثرون أهل المدينة الأنصار، قال يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أهل المهاجرين قال لا، دلني على السوق. مع الفقر في عمل، مش فيه لا، ده فيه فقر صحيح، ولكن فيه عمل وحب للمشاركة في أن يرتفع هذا المكان وهذا وفي المقابل يأتي الذين يؤثرون على أنفسهم، أهل البلاد، أهل المدينة، الأنصار الذين قال الله فيهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أنا بقول إن من أهم الدروس اللي إحنا نستنطق في هذه الأوقات أن المجتمعات لابد أن يكون فيها هذا التماسك. ده هو عنوان هذا الحب، هذا الإخاء، هو التماسك، هذا التضامن والتعاون، التماسك. المجتمعات لابد أن يكون عنوانها هذه التماسك، أنه لابد أن يكون للقضية الأخلاقية الأخلاق. شوف، يؤثرون على أنفسهم. أنتم في ساعات يقولوا لنا أنتم بتتكلموا في الأخلاق في وقت، لا، هي الأخلاق وإحياء البناء الأخلاقي والقيم الأخلاقية مهم في كل وقت. والنبي عليه الصلاة والسلام في 13 سنة اللي هي فترة الوجود في مكة كان التركيز الأكبر على هذه القضية، على زراعة بناء الإنسان، إذا كان بتعبير التعبير الحالي هو بناء الإنسان، أن يزرع في الإنسان المؤمن الذي كله إيمان بالله سبحانه وتعالى الذي يعمل من أجل هذا الإنسان الذي كله متشبع بالقضية الأخلاقية، اللي بعد كده لما راح المدينة تضامن أو تتعاون مع أخيه برضو الإنسان في أنهم يشتركون في بناء هذا المجتمع. بعد كده بأسسوا مؤسسات المجتمع الجديد أو الدولة الجديدة اللي كان منها المسجد، وبعد كده بدأت. لكن فيه نواه لابد أن يكون فيها الأخلاق، لابد أن يكون فيها العلم، لابد أن يكون فيها هذه الأمور، هذا التماسك، هذا المسلك هو أهم درس في هذا الوقت نقدر نستشفي فيه.